يجب أن نقرر يا إخوان، يجب أن نقرر أنك يا ابن آدم يجب أن تعرف موقعك في هذه الدنيا. لماذا خلقك الله في هذه الدنيا؟ هل تعيش 1000 سنة أو 2000 سنة؟ ما هي رحلتك في هذه الدنيا؟ رحلتك في هذه الدنيا ما هي؟ ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا بهذه الرحلة، يكون الإنسان في بطن أمه مدة من الزمن، هذه رحلة، ثم ينتقل إلى هذه الدنيا، هذه رحلة، ثم ينتقل إلى القبر، هذه رحلة، ثم المرحلة الأخيرة هي اليوم الآخر، البعث من القبور، فإما إلى جنة وإلا إلى نار. وربنا سبحانه وتعالى أخبرنا في القرآن الكريم بكل شيء. ماذا تعمل في هذه الدنيا؟ من هم أعداؤك؟ من هم أصدقاؤك؟ ما هو العمل الذي يوصلك إلى الجنة؟ ما هو العمل الذي يوصلك إلى النار؟ ما هو العمل الذي ينفعك؟ وأعطاك وأرسل إلى كل واحد منا كتاب، وهو القرآن الكريم، يتلى علينا في الصلوات ونحن نقرأه ونسمعه في الإذاعة. وأرسل إلينا أفضل الرسل محمد عليه الصلاة والسلام. فيجب أيها الإخوة أن نعرف أن هذا القرآن الذي بين أيدينا نسمعه ونقرأه هو كلام الله عز وجل، أخباره صادقة وأحكامه عادلة، وأنه كلام الواحد اللطيف الخبير نزل به جبريل وعلى محمد عليه الصلاة والسلام بلسان عربي مبين، وأن الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم بلغ كما أمر. ولذا وجب علينا أن نشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمدا رسول الله.